رسالة إلى الحكومة المصرية بخصوص ردها على مزاعم خالد حسن بتعرضه للتعذيب. ده كان عنوان الرسالة اللي نشرتها منظمة هيومن رايتس ووتش على موقعها، واللي قالت إنها أرسلتها للهيئة العامة للاستعلامات اللي نشرت بيان بيتهم المنظمة بالانحياز والتسييس بسبب بيانها عن قضية المواطن خالد حسن اللي ادعى تعرضه للاختفاء القسري والتعذيب، واللي بتتزايد حساسية قضيته لأنه يحمل الجنسية الأمريكية، وزاروا بالفعل مسؤولين من السفارة الأمريكية. حسب البيانات اللي أصدرتها الهيئة العامة والمنظمة، فهم تبادلوا رسائل مكتوبة واتصالات هاتفية حول القضية اللي شهدت لأول مرة إرسال رد رسمي مصري للمنظمة. ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من برلين عمرو مجدي، باحث في منظمة هيومن رايتس ووتش لشؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط. أهلا بيك معايا أستاذ عمرو. ويعني ممكن في البداية كده تدينا فكرة، أنتوا ليه في منظمة هيومن رايتس ووتش مهتمين بالأساس أن أنتوا تخاطبوا الجهات الرسمية، وليه برضو اهتميتم أن أنتوا تنشروا الرسائل المتبادلة ما بينكم والرسائل اللي بعتتها لكم وردودكم عليها؟ نعم، مخاطبة الجهات الرسمية هي جزء من سياستنا في مصر وفي غير مصر. يعني المنظمة تغطي حوالي 90 دولة في العالم، وسياستنا القانونية لازم ان احنا نخاطب الجهات الرسمية للحصول على الرد على يعني الاستنتاجات الأولية لأبحاثنا قبل نشر الأبحاث. فاحنا بنعمل ده طول الوقت، وعملناه في يعني كل الأبحاث المهمة التي نشرت، سواء كان تقرير رابعة من 4 سنين، تقارير سيناء التي صدرت العام يعني في أبريل ومايو وغيرها. للأسف دايما يعني لا نتلقى أي رد، ولا حتى مثلا يعني إيميل أو جواب بعلم الوصول أنه وصل هذه الرسائل. فإحنا كثفنا جهودنا للحصول على يعني رد من الحكومة، ويعني يعني المهم ان احنا نعكس وجهة النظر الرسمية بدقة وأمانة، وده اللي احنا كنا بنحاول نعمله. ليه الرسائل نشرت على موقع Human Rights Watch؟ لأنه ليس كل ما يعني نتبادله من رسائل أو اتصالات يتم نشره، لكن في بعضها تم نشره. يعني وجدنا أنه قد يكون من المفيد أيضا للقارئ أنه يعلم يعني ما يجري ويطلع على تلك الإجابات التي سردناها. للأسف يعني بيان الهيئة العامة للاستعلامات كان بيان ملتهب، ويعني مليء بالعبارات اللي أنا ممكن أسميها يعني سفسطة من غير لزوم ومن غير داعي. لكن حاولنا نرد على النقاط الجوهرية في ذلك البيان. طيب خليني اقول لك ان بيان الهيئه العامه للاستعلامات ركز على ان خالد حسن اللي بيتكلموا عنه متهم بالانتماء لتنظيم ولايه سيناء الارهابي، وان المباحث الفدراليه الامريكيه نفسها حققت معاه عشان احد اصدقائه سائق صديقه راح سوريا. هل انتم الاشخاص اللي انتم بتتكلموا عليها او بتذكروا ما تعرضوا ليه من تعذيب، بتكونوا عارفين هم فعلا يعني مذنبين ولا مش مذنبين، ولا وهل ده مهم؟ يعني ازاي بتتناولوا النقطة دي؟ نعم، دي احد النقاط اللي غطيناها في الرد الاخير. في بس تصحيح بسيط، هو بيان الهيئة العامة للاستعلامات لم يذكر انه خالد تم التحقيق معه من المباحث الفدرالية. احنا يعني كان عندنا معلومات اولية انه قد يكون هناك نوع من التعاون أو التحقيقات الودية بين خالد حسن في نيويورك والمباحث الفدرالية، لكن ما وصلناش حتى الآن لتأكيد لهذه الرواية، ولذلك اخترنا أن احنا ما ننشرهاش بشكل رسمي. لكن احنا ما قلناش في التقرير إطلاقا، ولا في هذا التقرير ولا في غيره، أنه خالد حسن أو غيره من المتهمين هم أبرياء. نحن المنظمة تكون يعني في أحوال نادرة جدا جدا قادرة على القطع ببراءة المتهمين، خاصة لما تكون قضايا عنف أو خلافه. يجب أن يتوفر لدينا دليل قاطع على براءة المتهم،
وده ما حصلش في حالة خالد حسن. نحن ما قلنا أنه متهم وبالتالي يحصل على كافة الضمانات وحقوق المتهمين، ومن ضمنها افتراض براءة المتهم حتى تثبت إدانته. لكن اللي بيحصل من الدولة وفي خطاب بيان الهيئة العامة للاستعلامات نوع من الإيحاء بأن الشخص ده خلاص متورط ومدان فعلا، وبالتالي لقينا مثلا حوالي تلت الرد اللي أرسلوه عبارة عن شرح لهجمات داعش وخلافه، كأنه نحن لا نعلم ما تفعله داعش من انتهاكات وقتل بحق الأبرياء. ليه ايه الداعي لكده؟ الداعي انه هو عايز يسيس الموضوع، عايز يوحي بانه احنا بندافع عن شخص مدان، الشخص حتى الآن متهم لم يحصل حتى على يعني لقاء واحد مع قاضي عشان ينظر حتى امر حبسه احتياطيا، وده في يعني انتهاك خطير للقانون الدولي. القانون الدولي ينبغي ان يعني يعرض كل المتهمين على قاض خلال حوالي 48 ساعة او يعني ايام قليلة للنظر في امر حبسه احتياطيا. احد الانتهاكات الخطيرة ايضا انه حتى خالد حسن والمحامين بتوعه حتى الان لم يحصلوا على اي نسخة رسمية من الاتهامات ضده، وحتى الهيئة العامة للاستعلامات فشلت في بيانها انها توضح ايه الاتهامات. فيعني احنا دلوقتي بنتكلم عن شخص متهم بالانتماء لداعش، ومع خطورة الاتهام لم تسرد النيابة ولم تمكن النيابة محامين من الحصول على الاتهامات الرسمية ولا على ملف الادعاء، ودي انتهاكات أيضا خطيرة لحقوقه. إزاي ممكن محامي يدافع عن خالد حسن أو غيره من المتهمين وهو مش عارف هو أصلا متهم بإيه أو إيه الأدلة الموجودة على حبسه احتياطيا؟ فدي كلها انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، بتتجاهلها تماما الهيئة العامة للاستعلامات لأن ما عندهاش رد ومش هتعرف ترد على انتهاكات زي كده، لكن تقعد بقى تتكلم عن إن هيومن رايتس ووتش مسيسة وغير موضوعية وعندها أجندة وإلى ما إلى ذلك من هذا طيب، على الكلام اللي ذكرة تعودنا عليه. للاتهامات دي، بيان الهيئة قال فعلا ان تقاريركم منحازة وغير موثقة. هل اتهامات خالد حسن للسلطات ان هي اخفته قسريا من يناير حتى الظاهرة في 3 مايو، وانه تعرض للتعذيب وهكذا، واللي انتم نشرتوها منذ فترة، يعني هل عندكم اي ادلة على الاتهامات دي غير ان حسن نفسه حكى الموضوع ده، غير شهادته هو شخصيا؟ نعم، بخصوص التعذيب هناك كما أوضحنا يعني خالد حسن هو المصدر الأساسي للمعلومات، لكن بخصوص الانتهاك القسري الاختفاء القسري عفوا، في الأدلة من أهله الشاهدين على اختفائه والرسائل اللي أرسلوها والشكاوى اللي أرسلوها للمحامي العام والنائب العام، وهناك قضية في قسم منتزه ثاني الإسكندرية برقم أيضا رصدناه في الرد وكتبنا واطلعنا على تلك الشكاوى. و يعني لما يختفي شخص وبعد كده اول ظهور ليه او اول معرفه لاهله بوجوده يكون امام وكيل نيابه، فايضا هذه قرينه يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار. كل هذه القرائن والادله كان ينبغي على وكيل النيابه اللي حقق مع خالد حسن في اول يوم، وخالد حسن قال له انا اختفيت وتعذبت، كان ينبغي على وكيل النيابه انه يفعل بالضبط كما فعلنا لا اكثر ولا اقل، يسال خالد حسن طب انت اختفيت فين؟ ايه اللي حصل لك؟ مين اللي عمل كده؟ طب مين كان معاك في اماكن الاحتجاز؟ كان المفروض انه وكيل النيابه يطلع على الشكاوى التي ارسلتها الاسره لمكتب النائب العام و يجري تحقيق جاد ويعني في تلك يعني المزاعم الخطيرة. لكن للأسف هو وكيل النيابة ما لم يأخذ تقريبا أي ملاحظات رسمية بما ذكره خالد حسن، وكذلك لم يعني يقرر عرضه على الطب الشرعي ولم يعني يأمر بالتحقيق في مزاعم التعذيب، وسجل 3 مايو كأول تاريخ كتاريخ بس يا يعني عمرو، في بداية بيان الهيئة اعتقاله. العامة للاستعلامات هم قالوا ان خالد حسن ما تقدم لهمش بأي شكوى بتعرضه للتعذيب، وان المحامين بتوعه ما تقدم غير له، صحيح. غير صحيح. نعم، المحامي خالد حسن قدم يعني شفهيا للنائب الوكيل النيابة اللي حقق معاه، ويعني زيد على ذلك انه بعد ما نشرنا التقرير خالد حسن راح لمأمور سجن استقبال ترى حيث يوجد الآن وطلب منه ان يعرض على الطب الشرعي، المأمور رفض. خالد حسن الآن يعني هو يعني قيل له يجب ان يتقدم المحامي بالشكوى، والسبب الأساسي للمحامي لم يتقدم بالشكوى كما أيضا وثقنا في قضايا كثيرة للتعذيب أنه الشخص بيكون يعني مغلوب على أمره، يعني غير قد يكون غير مبصر بحقوقه، لم يقل له ما هي حقوقه وواجباته كمتهم، ويعني
إذا كان حتى يعني لم يمكن المحامي من الاطلاع على التهم الرسمية، فالناس بتشعر بأن هي مغلوبة على أمرها، بتشعر بعدم الجدوى. قيل لخالد حسن من يعني معتقلين آخرين معاه في الزنزانة أنه إذا عملت كده هيسيبوك في مقر أمن الدولة فترة أطول عشان تتراجع عن هذا الطلب. فبالتالي هو لم يتقدم بطلب، لكن مجرد ذكره لهذه المعلومات لوكيل النيابة في أول مرة ده يعتبر طلب رسمي، يعتبر إشارة كافية لوكيل النيابة أن يقوم بعمله يعني. طب هل الاتصال ما بينكم وما بين الهيئة العامة للاستعلامات لسه مستمر ولا انقطع خلاص؟ الاتصالات مستمرة يعني، هم في هذه القضية لا يبدو أن هناك أي تحرك من للأسف من أجهزة الدولة للتحقيق في مزاعم خالد حسن. زيد على ذلك أنه على سبيل المثال لما زاروا مسؤولين من السفارة بعد صدور التقرير كان هناك ضابط من أمن الدولة عندي اسمه لا يعني لا أحب أن أذكره، لكن هناك ضابط أمن دولة موجود في قسم في سجن استقبال ترع، حضر المقابلة بالكامل بالخلاف للقانون، استمع لكل ما جرى فيها، رفض أنه يسمح لهم بالتواصل باللغة الإنجليزية. ولما مسؤولي السفارة طلبوا من حسن أنه يكشف عن يعني بقايا الجروح التعذيب الناجمة عن التعذيب، رفض أيضا أن رفض أن يسمح لحسن بذلك. فيعني كل ده مؤشرات على يعني ما حقيقة ما يجري. أنت عندك دولة تمارس أيضا الغريب جدا في بيان الهيئة العامة للاستعلامات أنه بيكذب التكذيب، يعني هو بيقول لا أنا ما كذبتش أو لم أنفي أنه تعرض للتعذيب والإخفاء القسري، مع أنه في البيان الأول قال أنه لم تتوفر أي أدلة ملموسة على إخفائه أو تعذيبه، وأنه قرار حبسه جاء وفقا للقانون عن طريق وكيل نيابة، طبعا وكيل نيابة عسكرية هنا. فيعني امر مدهش ومضحك جدا يعني. هو في البيان الثاني بينفي النفي، يعني بينفي انا لا انا لا لم انفي انه تعرض للتعذيب. طب هو تعرض ولا لا؟ يعني مين ومهمه مين انه ان يحقق في ذلك ويكشف عن ذلك؟ مهمه اجهزه الدوله، منظمه هيومن رايتس ووتش هي منظمه حقوقيه تسدي للانظمه بعض يعني الاستنتاجات او بعض الادله، لكن الخلاصه في النهايه يجب ان تاتي من أجهزة التحقيق في الدولة. طب عمرو، تعتقد ليه هذه المرة الهيئة العامة للاستعلامات ردت عليكم؟ يعني انتوا خاطبتم الدولة في أكتر من مرة وفي أكتر من ملف وفي أكتر من حالة وما شفناش ردود رسمية إلا هذه المرة، والردود رسمية مطولة. يعني أنا أخدت وقت عشان أقرأ الرد بتاع الهيئة كله يعني. فإيه تفسيرك لده؟ نعم والله، هي الرد جاء بعد جهود يعني طويلة، ويعني لست في حل من أن أنا أتحدث عن كلها، لكن كان في اتصالات تجري مع أستاذ ضياء رشوان وغيره أنه يعني نحاول التعاون حتى لو يعني ظلينا على اختلاف. فيعني الرد جاء من خلال هذه الجهود أنه يعني نحاول نقلص المساحة، مساحة الاختلاف، لكن للأسف الرد لم يكن يعني في أي حتى تعبير عن القلق أو حتى وعد بالتحقيق في الانتهاكات، والعكس تماما، هو كان عبارة عن نفي قاطع لكل ما جرى، ويعني هجوم على المنظمة كما اعتدنا. فللأسف يعني يعني لا يوجد حتى الآن بادرة مشجعة يعني في أي اتجاه. احنا بنشكرك عمرو مجدي، باحث في منظمة هيومن رايتس ووتش لشؤون شمال افريقيا والشرق الاوسط. شرفتنا يا استاذ عمرو. نخرج معاكم لفاصل ونعود لاستكمال فقراتنا، خليكم معانا.